السلام عليكم أخوتي، السلام عليكم أخواتاتي، السلام عليكم أخوتي العزاز المغاربة اللي غاديين يمشيو يدفنوا برا، يمشيو يركبوا في البرويطة، يماتوا في السبيطار حاشاكم معمرين بالبول ويديروهم في البرويطة ويقيسوهم بحال ما عندناش حنا ماشي وطنيين، بحال اللي ماشي مغاربة، بحال هاد الإعلام ما عندوش الحمد لله بالإعلام نتاعنا بملكنا ببلادنا بكل شيء. مي بنادم ولا مرض يمشي يتدفن ما كيديوهاش فيه، كيديروا له الهبرة ويزيد بحالو. واش كتستاهل هاد البنت مسكينة اللي دات باها يتعالج؟ دات باها يتعالج اخوان، دات باها يتعالج مشامات مغاربة. انا الوالد ديالي جات واحد نجا خفيفة في الدار، جبتو هنايا للسبيطار، عيط لي لومبيلونس حيت شويه تزير عليه الحال، غير نهجه بطول ازمور تحت، حيت انا كنسكن في ازمور، دينا للسبيطار تحت، داروا لي شويه الاكسجين، من بعد جابوه لهنايا بلا ما يقولوا لينا والو. انا ملي جابوه هنايا وكنشوف حالته شويه مزيره وكلت امر الله، قلت يعني غير يدخلونا غير يديروا لي الاكسجين وغادي تنقص عليه الحال. دخلوا هنايا، دخلوني شان انعاش كوفيد، قبل ما يديروا لي لا تحليله لا حتى شي حاجه، قبل ما ياخذوا قبل ما تخرج نتيجه التحليله دخلوه معنا بوزيتيف، خداو لي العينات قالوا لنا 3 ايام غنعيطوا لكم. دازت 3 ايام ما عيطوش الوالد ديالي، كنا مخلينا التليفون كل ليله كيعيط لنا كيقول لنا جي وديوني راه لايحيني هنايا. انا مشيت عند الطبيبه قلت لها بغيت نخرجوا ندير الكلينيك، قالت لي ما عندكش الحق تخرجي تخرج تحليله، ما خلاوناش نخرجوا، قلت لها بغيت ندخلو، قلت لها بغيت ندير الكلينيك، قالت لي لا لا بغيتي تدخلي تقابلي انتيا غتصوبي دوسي على اساس انتي مرضي بكوفيد وغتدخلي تقابلي. صوبت دوسي، دوسي باش نصوبو كنتسنى 3 سوايع، صوبت دوسي دخلت عنده كنلقى حالته ما تبغيوهاش لعدوكم اخوتي، ما تبغيوهاش لعدوكم، الزبل طالع ليه حتى لظهرو، حوايجو عامرين بول، الماكله كي كتحطها ليه الفرمليه كترجع تهزها حيت كتحطها ليه بعيده ما كيقدش يوصلها كيدير بالناقص، الدواء كي كيحاطينو ليه هو يشربو لراسو، الوالد ديالي كبير في السن ما يقدرش يهز الدواء لراسو يشربو لراسو حيت ما حاطين ولا كراتين لا والو، حاطين الصمطات صمطه بحال هاد الفيتامين بحال الفيتامين الاخر ما تقدرش تفرق بيناتهم، يعني الا كان واحد ما قاريش ما غيفرقش بين الدواء. مشيت انا قابلتو ديك الليله تزير ليا الغد ليه بزز باش جاتني الطبيبه وجاوني الفرمليات، كتجي فرمليه ما قاريهش ما عرفتش من بلاصه قاريه، كتجي غير باش تاخذ لي الدم ديال التحليله، رجعت لي الدو كامله وانا كنشوف الاكسجين انا اللي ما قاريهش على الدومين وكتخليني انا نبدلو ليه، كتقول لك نقول اختي الاكسجين قرعه تقادات لي من ما كتقول لي سيري بدلي ليه، كتقول لي هاد البلاصه التكيه متكي في الناموسيه ما متكيش نوضي حولي الناموسيه الاخرى، انا كندير خدمتهم وكنسكت. كي جابوا معايا مرضى اخرين وخرجت انا من السبيطار حيت هو تزير بطول انعاش، دوزت انا نهار اخر نهار اللي بغيت نخرج طلبتو مع التحليله ما بغاوش يديروها ليا، كنت انا مع ناس بوزيتيف ما بغاوش يديروا ليا تحليله، قالوا لي غير سيري راه ما بك والو، حنا التحليله ما كناخذوهاش بعين الاعتبار، واش كاينه شي تحليله كدار 600 درهم في لابوراتوار ما كتخالش بعين الاعتبار، واش وسائل الاعلام كاملين التلفازات كاملين كيقول لك اودي ديروا تحليله ديروا تحليله باش تعرفوا واش عندكم، وكيقول لك ما كتخالش بعين الاعتبار بطول انعاش. وبط انا بحوايج وبصاكي كنسول في الاداره غير باش نعرف تحليله، كيجرجروني من الاداره الانعاش من الانعاش للسيرفيونس، السيرفيونس سيمانه ما خدامش ما خدامش، كنبغي نمشي نسول على الدوسي ديالو سادين بحال ما عرفتش اشنو كاين، مسادين ما خدامينش، ما عرفتش السبيطار باش خدام، ما كاينين لا موظفين لا فرمليات لا والو. حتى النهار الثاني جاي المدير ما بغاش يستقبلني، ما بغاش يخليني ندخل عنده حتى نسول، كيعاملني بحال شي حشره بزز باش عرفت بلي تحليله نيجاتيف، وما بغاش يعطوني نشوف تحليله حتى سجلتهم، كنهضر مع الطبيب وكنسجل وكنهضر مع الفرمليه وكنسجلها بلي كلشي كيقول لي نيجاتيف. ملي كنمشي نسول الطبيب كيقول لي ودي غير خفيف كالنفس راه شويه حالته صعيبه، واصلت تنفس اصطناعي، الوالد ديالي دخل ما عنده حتى ضربه ما في والو، صحه سلام صحه سلام. يومين قبل انا السوق بابا واخا راجل كبير والله ما مريض عمره ما مرض عندي في السكر، السكر العادي السكر العادي فقط، كيتبع الدواء ديال الريجيم كياخذ المسوس وعندو لاباراي ما اكيد بلا انسولين لا والو، ما عمره مرض لا بريه لا بقلب لا والو، كبير وكيمشي وكيسافر وكيدير داك تحبس لي غير الاكسجين على البرد غير البرد عادي، مشى للسبيطار حما شدوه اقتلوه ما خلاوناش، ولي ما خلاوناش خرجوه
قلبو ما خلاتهاش هذيك بديت الاموات نشوفو. بابا راس كبير عنده الكش كدو كدو هكايا عنده كش كدو هكايا كنشوفو كنلقاه خاوية كنلقاه خاوية ما في والو كنجي نقلبو كنلقى راسو كله مضروب. قشك مضروب هنا ولا هناك يقول لك غير عنده الريه مشات ليه الريه ما فيهاش تنفس. قلت لي بغيت ندي الكلينيك قال لي يا الا خرجتي من هنا اي فوغي تحيد لي التنفس الصناعي غيموت. انا هذيك الهضره باش كيقول لك غيحيد لي التنفس الصناعي غيموت كيتبتني باش ما نخرجوش. وكلت امري الله خليته كنقول ندعي معاه ما عندي ما ندير ندعي معاه. داكشي اللي خفت منه طحت فيه. تعيطوا لينا نهار الجمعه البارح مع الجوج ونص كيقول لك الوالد ديالك توفى. ملي مشيت نشوف كنلقى في الورقه مكتوبه توفى مع 6 الصباح. وملي مشى خويا يشوفه لقى مجمد بالبرد يعني ما ميتش مع 6 الصباح حيت ما يمكنش واحد دخل الفريكو من 6 الصباح الجوج ونص غادي يبرد. ميت بحال قبل ما خلاوش يشوفوه مزيان. اليوم ملي جينا نديو باش ندفنوه قالت لي تسناي غسلوه وكفنوه. كنجي نقلب ليه الوالد ديالي عنده كرشو كبيره كنقلبو كنلقى غير ضلوعو اللي تيبانو كرشو دخلات بحال واش محفرين عليه ولا ما نعرف حيت ما خلاتنيش نقلبو. وكدير لي العطر باش ما تشميش ريحه الخنز باللي واش ميت قديم ولا لا. ملي جات اختي باش تقلب لي راسو بغات تسلم عليه كتلقى هكا ما خلاتهاش تقلب ما خلاتهاش هكا ما خلاتوش تقلب هكا قالت لي لا شوفي غير من الفوق درت الكفن هنا وهي تحيد لها هكا تحيدات لقينا هنا راسو كله محفر ليه راسو كله محفر ماشي طايح ولا هذا بحال مضروب مضروب وما قالوش لينا واش كيقول لك طاح كل طاح يقول لي ما طاح فوق الناموسيه مغطين على فضيحته مغطين طاح الله ياخذ فيهم بابا الله ياخذ فيهم بابا ما طاح بابا ما طاح كوكا طاح ما يا ضربه وحده لي طاح كنلقى ضربه وحده والسيد والسيد هنايا قشع عنده عرق هنا ما عرفش شنو حافري لي وفيه ضربه هنايا على قد خامجه وقديمه وراسه كله مشلخ كبير هرطه يا حبيبي ضربه ملي كان عيط كارن كارن الملك يتدخل في هذا الشيء وندير الوالد ديال التشريح نعرفوا باش مات وهاد السبيطار ما يبقاش على هاد الحاله حيت كي مات الوالد ديالي غيموتوا بزاف الناس حيت انا لا سكت لا جيت انا سكت وسكت لاخر وسكت لاخر وسكت لاخر بحال هكا كيضيعوا والدينا بحال هكا كيضيعوا الناس وكيجي كيقول لك مات موت الله كيجي كيقول لك اختي صبري صبري راسك واش انا الوالد ديالي خلى لي جوج خوتي صغار جوج خوتي صغار يتمون لي جوج خوتي صغار ما عارفينش في الدنيا سبعات الوليدات سبعه اللي عنده وجوج باقي صغار كيقراو واحد عنده 12 عام الاخر واحد عنده 13 عام حشومه عليهم عيبوا على الراجل دخل صحات العام خرج كله مفرقع راسو هنا قداش لعي ضربه قديمه والدم وكتكالم ومكبد وعنده تصاور عندي تصاور عندي تصاور صورته ملي كنت جالسه معاه في كوفيد قبل ما يهبط الانعاش مصوره وراسه صحه سلامه ما فيه والو باش زعما يقول لك راه كانت الضربه جبناها فيه ولا هذا كاين انعاش علاش ما خلاتناش نقلبوه كنديروا استفافه كدير لا 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 اذا كاين انعاش شي ما تبغيش لعدوك وما دايرين خو الاسلام في المغرب خوهم مسلم ما دايرين فيها دوله اسلاميه واش ما عندهم خوتهم خاصهم يدوا خوتهم المغاربه والو انا من هنا كنطالب بوكيل الملك وكنطالب الملك وينصرو محمد السعدي يتدخل ماشي بجديده تشرح مع الكاطا في قلت لي الوالد ديالي تشريح كنطالب تشريح نديرو في الدار البيضاء ونعرف الوالد ديالي باش مات باش نعرفو نعرف باش مات علاش حنا ملي جينا كنشوفو فيه بغينا غنديرو ليها كدير هكا للسيف هكا عادات الملك خذ لينا حقنا خذ لينا حقنا حنا بغينا نعرفو هاد السيد باش مات علاش ملي كنبغيو نقلبو السيد كدير لينا هكا ما كتخليناش اشنو السبب كتجي دير الريحه الطش في الريحه باش ما يتشموش سيد ميت شحال هادي وما تديرو له الاكسجين باش ما تعرفيش روح ميت الاكسجين اصطناعي حشومه عيب وعار هادشي ولينا كنشوفو في المغرب ما كانش شحال هادي اخوتي علاش ما كنتش كتحنوا في بعضياتكم
راسو ما كان فيه والو. يعني ملي كيهبط الانعاش المريض ملي كيهبط الانعاش نورمالمون الانعاش اشنو فيه؟ العنايه المركزه، المراقبه، كاميرات. ملي كيخرج من الانعاش فيه دوك الضربات فين كان؟ فين كان؟ واش كان مليوح في الزبل؟ راه انعاش هذاك وصل ليه مريض، وصل ليه واحد اللي ما غيقدرش حتى يوقف، اللي واصله فيه بصحته مزيان، وغتخرجوني انا بضربات وتقول لي ما عرفتش؟ شكون اللي غيعرف مني؟ ما غيعرفش الطبيب، وما غيعرفش الفرمنيات، وما غيعرفش المدير ديال السبيطار، وما غاديش تعرف الدوله. شكون غيعرف؟ نعرف انا اللي كنت كنجي نسول عليه دابا بالانعاش، وخاصني نبقى النهار كامل باش يلا تعطوني خبار وكيصبح ونرجع حتى لازمور ونعاود نجي. تكون تدويره والفلوس تدخلك، ما كاينش المرض. وملي نقول لك اختي بغيت ندخل نشوفه تقول لك لا، خطر عليك يا بنتي، خطر عليك، كاين الفيروس، كاين المرض، خطر عليك. وملي كتباع، وملي كتباع فلوس ما كاينش الفلوس، ما كاينش الفيروس. هذه الساعه دخلي خليهم، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. كواوني في با وقتلوا عليا، الله ياخذ فيهم الحق. على ولادو الله ياخذ فيهم الحق. كواوني في با وقتلوا عليا، الله ياخذ فيهم الحق. ما نسمح لهم لا دنيا ولا اخره، ما نسمح لهم لا دنيا ولا اخره. ايوا المغاربه، وسكتوا سكتوا سكتوا حتى يبقاو يديروا لكم اللي باري في ديوركم قبل ما تمشيو للسبيطار. وراك تشوفوا اخوت، تشوفوا اش كاين. انا بعدا سليم 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 سليم